تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكي توا على جوائز رمضان وورد، جائزة أفضل سيناريو، جائزة أفضل إخراج. لجنة التحكيم كانت موجودة في ليلة النص واجتمعت واختارت. لجنة التحكيم كانت متكونة من الصحفي والناقد الهادي سنوسي، صحفية بجريدة الصباح نزيهة الغضباني، الأستاذ الجامعي فتحي العكاري، المخرج زيادي تيم. والاختيار بالنسبة لجائزة أفضل سيناريو كان العمل شدكم وعجبكم، موجود في الخريطة. المنافسة كانت شرسة ما بين 6 أعمال تلفزية كبرى. جائزة أفضل سيناريو رمضان وورد 2019، عماد الدين حكيم مايسترو. مرسي هادي ومرسي على التوجه هذا. نهدي في الحقيقة التوجه هذا لفريق العمل الكل والناس اللي ساهمت في نجاح العمل هذا. صديقي لسعد وسليتي، الممثلين، التكنيسيان، إدارة التلفزة الوطنية اللي وفرت الظروف الكل. وإن شاء الله تدويش كما هكا من نجم كان يدفعنا أن نخدمه أكثر ونحاول نوصله السلطان. شكرا جزيلا لك، ألف مبروك بالنجاح والتوفيق. نمشي إلى جائزة أفضل إخراج. جائزة أفضل إخراج كانت المنافسة فيها شرسة جدا ما بين برشا مقترحات، والناس الكل هبطت بثقلها من أجل امتاع الجمهور. جائزة الإخراج فيها الصورة، فيها زيادة كيف كيف إدارة الممثلين. ولجنة التحكيم اختارت جائزة أفضل إخراج موسم رمضان 2019 لسعد وسليتي مايسترو. ألف مرسي هادي ومرسي للراديو موزايك، خاطر عندها قيمة كبيرة جائزة هذه، خاصة أنها من موزايك، خاصة أنها من لجنة فيها سي فتحي، فيها سي الهادي، فيها زياد، فيها مدام نزيه. معناتها الحق، معناتها أنا نحب نهدي جائزة هذه أولا إلى روح المنتجة والمخرجة نجوى الإمام سلامة اللي كانت معنا من أول بداية المشروع هذا من 2016. دونك تمنينا أنها تكون معنا، شبونس راهي معنا توا. دونك نهديها الله يرحمها، نهديها لكل فريق التقني والفني، للممثلين بكبارهم بصغارهم، للي جان اللي بالحق معناتها أعطاوا برشا للمشروع هذا وحلمنا مع بعضنا بالمشروع هذا. نهديها للإدارة التلفزة لأنها أعطت فينا ثقة، وإن شاء الله نكونوا وصلنا الأمانة لبلاستها وكنا عند المستوى. نهديها لزوجتي اللي تعبتها برشا معايا أولادي. دونك ونهديها لكل طفل في الإصلاحية، ونتمنى أنه يجي نهار وما عادش نلقى أولاد في الإصلاحية، ونتمنى أنه نظام الإصلاحي متاعنا في تونس يتبدل ويتغير، ويفهم أنه ما نزينوش على خاطر عنا شكون باش يجينا، لازمنا ديما نقعدوا مزينين، ونفهموا أنه راهو الفن ماهوش ترفيه، الفن زاد هو وسيلة نجموا نغيروا بها، نجموا نربيوا بها، نجموا نوعيوا بها. نتمنى زاد الأولياء يحكيوا مع أولادهم على خاطر الحوار في وسط العائلة، لأنه أهم عنصر. صحيح الدولة مسؤولة، صحيح المجتمع مسؤول، لكن العائلة هي أكثر ناس مسؤولة. وإن شاء الله كما نقولوا احنا الأعمال متاعنا القادمة باش نكملوا في نفس الخط هذا متاع المايسترو. شكرا لأسعد. عماد الدين يعطيكم الصحة، ألف مبروك لكم. بربي سؤال سألتوا في أول لقاء معاك لسعد عن جزء ثاني، قلت لي ما فهمش جزء ثاني. اليوم بعد النجاح فما إعادة تفكير في إمكانية جزء ثاني ولا ليه؟ ما فهمش جزء ثاني من المايسترو، لكن ممكن فما عمل تكمل للمايسترو، ما هو جزء ثاني للمايسترو. كيف كيف في الحقيقة فما تفاصيل ممكن نحبش شوية، ما كما قال لسعد يعني ممكن ماشيين في التوجه هذاك، أننا نطرح قضية ونطرح موضوع على علاقة بالليجون وبنفس الأبطال. جزء كبير واضح، فمش كل معنا ما تقولوا حتى شيء، ما تقولوا حتى شيء. شكرا جزيلا لكم، ألف مبروك بالنجاح إن شاء الله والتوفيق، وإن شاء الله يا ربي الجائزة هذه تكون عندها حافز معنوي لكم أنتم ولمؤسسة التلفزة الوطنية أنها تزيد كيف كيف تدعم الإنتاج. وعلاش لا، احنا ما انت كنا نتمنوا 30 حلقه، ان شاء الله يا ربي نمشيو الى موسم 30 حلقه ان شاء الله. مبارك هادي، سامحني، الجائزه هذه نهديها لكل المخرجين اللي خدموا سنه، لانه سنه حسينا فما تطور كبير في الدراما التونسيه. شكرا جزيلا لكم.